في حلوان ست طيبة جدا وجميلة جدا ورائعة جدا اسمها رتيبة عبد اللطيف. الحاجة رتيبة البسيطة الجميلة دي كانت هي السبب في ان احنا نصل لكأس العالم بعد فترة طويلة جدا من سنة 34 ما حصلتش، وكانت هي السبب في حصولنا على كأس افريقيا في بوركينا فاسو، وكانت هي السبب في مظاهرات البهجة والحب والسعادة في كل مكان في مصر. الست رتيبة عبد اللطيف، الحاجة رتيبة أو ماما أهلا يا رتيبة، فندم، أهلا بيكي أهلا بيك، أم أهلا يا فندم، الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن. ربنا يخليك. أنت بتقولي لهم إيه؟ يعني حسام دلعه إيه؟ بتقولي له أنت إيه؟ الله يحس مصر كلها هتقول له وهيما، أحس بكرة. وهيما أقول لإبراهيم يا هيما، كلنا بندلعه يا هيما، وهم بيدلعوك إيه؟ أقول يا ست الحبايب.